بسم الله الرحمن الرحيم. يا سادة القرآن الكريم، آيات بينات من كتاب الله العزيز يتلوها علينا وعلى ما سمع حضراتكم قارئ جمهورية مصر العربية والقارئ والمسجل بالإذاعة المصرية والتلفزيون العربي، فضيلة القارئ الشيخ وليد محمد عبيد، القارئ والمقيم بمدينة سرسليان، فلندعو له بالتوفيق ولنا ولكم حسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه. استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فبدأ بأوعيتهم قبل ولا
رأى يوسف في نفسه ولم يبدها له.
نأخذ إلا لو وجدنا متاعنا عنده. قال معاذ الله أن نأخذ إلا لو وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. قال كبير ألم تعلموا أن أباكم قد تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ألا فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي.
فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. صدق الله العظيم. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق ارجعوا
ما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا صبر جميل قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا قال بل سولت لكم صبر جميل فصبر جميل فصبر جميل فصبر جميل عسى الله أن يأتيني
إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسفى على حسسوا من يوسف وأخيه.
تيأسوا من روح الله. يا إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه قالوا العزيز مسنا وأهلنا الضر جئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل تبكي على الدنيا وقد علمت ان السلامة فيها ترك ما فيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها الا التي كان قبل الموت يبنيها، فان بناها بخير طاب مسكنها، وان بناها بشر خاب بانيها. عشنا اخوة الايمان والاسلام مع خير حديث لا يمل سماعه
عشنا مع صوت يتركبه كل استماع. عشنا مع القرآن الكريم. آيات بينات من كتاب الله العزيز الذي تلاها علينا وعلى ما سمع حضراتكم قارئ جمهورية مصر العربية والقارئ والمقيم بمحافظة المنوفية فضيلة القارئ الشيخ ولي محمد عبيد القارئ والمقيم بمدينة سرسليان وكان معكم بتوفيق من عند الله الهندسة الصوتية والأنوار الكهربائية ومخازن الفراشة الكبرى الذي تطلب من محلات الحاج حسين الثعلب المقيم بسروهيد. أيها السادة المعزين سعيكم مشكور جميعا.